نبدا مع حضراتكم النهارده في الوقت زي ما بنقول كده للاهلي بيستعد فيه لمزيد من البطولات. في كمان طفره انشائيه بتتم تجري في النادي الاهلي، ويمكن احنا في 10 الصبح في الاهلي وعلى قناه الاهلي في برامج المختلفه كمان بنكون حريصين جدا ان احنا ننقل لحضراتكم ده. ليه؟ لان هي اكيد حاجه تفرح. نتكلم ان النادي الاهلي دايما رافع شعار الانجازات، سواء ده على المستوى الاداري او التنموي او حتى الانشائي، زي ما هو مشرفنا اكيد في البطولات الرياضيه. امبارح تحديدا اللي انا بتكلم بشانه يعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان برفقته عدد من اعضاء مجلس الاداره قاموا بجوله تفقديه داخل فرع النادي بس مدينة نصر عشان يتابعوا سير العملية الإنشائية في المشاريع الجديدة وعمل التطوير داخل الفرع. خلال الجولة بقى تفقد أعمال الإنشاء في سور النادي والجراج اللي احنا كنا بنتكلم عنه كذا مرة أنا وكريم، برضو كنا بنقول لحضراتكم التطور اللي حصل هناك، وكمان منطقة حمام السباحة، واستمع لشرح مفصل لكافة التفاصيل في ملف الإنشاءات الجديدة ده بشكل عام داخل الفرع، وما تحقق كمان خلال الأيام الأخيرة على أرض الواقع في هذا الملف. أيضا قام بمراجعة الفترات عشان الانتهاء يتم من هذه المشروعات، وشهد فرع النادي بمدينة نصر لو هنقول العديد من المشاريع الانشائية الضخمة مؤخرا اكيد، واللي بتهدف برضو في النهاية لخدمة الاعضاء، واكيد بما يتواكب مع ملف الانشاءات سواء في مقر النادي بالجزيرة او فرعي هنا بنتكلم الشيخ زايد والتجمع الخامس اللي بيشهد طفرة كبيرة جدا زي ما بنقول يتناسب مع اسم الاهلي.